أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من واشنطن، نقدمه لكم مباشرة على الهواء من العاصمة الأمريكية. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الإفراج عن 50 مليون برميل من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية في خطوة تسعى من خلالها واشنطن إلى حشد مجموعة أخرى من الدول منها اليابان والهند وكوريا الجنوبية والصين لمواجهة الارتفاعات الكبيرة لأسعار النفط الخام. وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن مستعد لاتخاذ خطوات أخرى فيما يتعلق بأسعار النفط إذا ما لزم الأمر. ولمناقشة هذا الملف يسرني أن أستضيف من مدينة دالاس الخبير النفطي الدكتور أنس الحجي. مرحبا بك دكتور حجي. في الواقع هناك ترحيب وانتقاد لقرار الرئيس جو بايدن الإفراج أو استخدام 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الأمريكي. ما هي قراءتك لهذا القرار؟ بشكل عام التفاصيل مهمة جدا. التركيز على كلمة 50 أعتقد أنها لا تفيد أحد ولا تفيد حتى إدارة بايدن. نحن لو نظرنا إلى التفاصيل نجد أن هذه 50 مقسمة إلى قسمين 18 و 32. 18 هذه مقررة سابقا منذ 2015، قررها الكونغرس لأمور تتعلق في الميزانية الفيدرالية بحيث أنه يتم بيع هذه الكميات سنويا وتؤخذ إيرادات هذه المبيعات وتستخدم في إدارة المخزون نفسه بدل أن يكون عبء على الحكومة أنه يدير نفسه بنفسه، وتؤخذ الكميات الأخرى وتنفق على برامج أخرى. فالموضوع 18 مليون هي موجودة على كل الحالات. الفرق الآن أن بايدن سرعها، فبدل ما تكون على مدار السنة في 2022 سرعها وضغطها في فترة أقصر. بالنسبة لل 32 كما تعلم اليوم عظيم تفضل دكتور حجي، لندخل بالرؤية الاستراتيجية لهذا القرار. ثمت من يقول أنه يسيء، قرار بايدن يسيء للاحتياط النفطي الأمريكي البالغ حوالي أكثر من 600 مليون برميل، والبعض يقول وهذا من ضمن إطار الانتقاد بأنه يعطي قوة لمنظمة أوبك لمصدري النفط. هل توافق على هذا الكلام؟ أعتقد أن هناك شروحات أخرى لهذا الموضوع. بشكل عام من وجهة نظر سياسية، أي شيء يقوم به السياسي تاريخيا في أمريكا لتخفيض أسعار البنزين يرحب به على كل الحالات ويعتبر نجاح له. فلو نظرنا من ناحية سياسية بحتة للانتخابات فهو تصرف سليم في هذه الحالة، ولكن يبدو أن هناك أمور أخرى ليس لها علاقة بأسعار البنزين في الولايات المتحدة. هناك طبعا قلق من الديمقراطيين أن تقوم إدارة ترامب بتحويل موضوع البنزين إلى كرة سياسية في الانتخابات القادمة، وهذا لا يريدونه لأنه يريدون أن يركزوا على الإنجازات التي قام بها بايدن، بينما يحاول الجمهوريين الآن أن يحولوا الموضوع إلى مواضيع أخرى. ولكن لو نظرنا إلى الأمور التالية نجد أن الموضوع قد يكون هناك أشياء أكبر قادمة، وما قامت به إدارة بايدن هو تصرف احترازي لأزمة قادمة. الفكرة هي كالتالي. أول من طالب دول أوبك بزيادة الإنتاج هو مستشار الأمن القومي. لم يقم بذلك وزير التجارة، ولم تقم به البيت الأبيض، ولم يكن هناك شكاوي على التلفزيون ولا بأي مكان آخر من ارتفاع أسعار البنزين. لماذا طالب مستشار الأمن القومي لبايدن دول أوبك بزيادة الإنتاج؟ لماذا لم يطلب زيادة الإنتاج من كندا؟ لماذا لم يطلب زيادة الإنتاج من المكسيك؟ لماذا لم يحاولوا زيادة الإنتاج داخل أمريكا؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني أنه جاك سوليفان اللي هو المستشار الأمن القومي بعد أسبوع من مطالبته أو أسبوعين تقريبا من مطالبته لدول أوبك بزيادة الإنتاج زار الرياض وطالب بزيادة الإنتاج. لماذا؟
الأمر الثالث أن عند السحب من المخزون عادة تاريخيا تم إما الولايات المتحدة لأسباب خاصة فيها تقوم بسحب المخزون ولها الصلاحية والسلطة بشكل عام، أو إذا كان عالميا تقوم بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية. يوجد بحدود 30 دولة الآن في وكالة الطاقة الدولية، كل دولة عندها احتياط استراتيجي سواء من النفط الخام أو المنتجات النفطية. لماذا لم يتم التنسيق مع وكالة الطاقة الدولية؟ هل تم تجاهل الطاقة الدولية أم أنهم طلبوا من وكالة الطاقة الدولية ورفضت وكالة الطاقة الدولية؟ لا نعرف، ولكن هذا سؤال آخر. السؤال الثالث، لماذا طالبوا 4 دول في آسيا اللي هي الصين واليابان كوريا الجنوبية والهند باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي أو المخزون الاستراتيجي؟ دكتور حجي باختصار من فضلك، أريد أن أعرف منك أمر بسرعة. هل قرار بايدن يسيء إلى علاقة واشنطن بأوبك؟ نعم أم لا باختصار؟ بشكل عام هناك انقسام داخل دول أوبك بالنسبة للموضوع، فهناك دول مزعوجة منه ودول تراها أنه أمر داخلي. حسنا دكتور حجي، شكرا على هذه المداخلة من دالاس.